بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. تم اليوم توفير عدد من الوجبات والفواكه في اليوم الموافق 8/1/2024 بالتنسيق مع دولة إندونيسيا الشقيقة. تفضل يا استاذ. لا لا مش مشكلة. هذه الكل خيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. نقوم الآن بالتوزيع على الأسر النازحة. وين مين هنا؟ هذول وهذا لحن. يلا يا سلام، الله يعطيك الله يعطيك العافية. الله يجزيك الخير. البيت والله يلا تصور ما تصور الله بيفارق. يلا يا عم. الله يعين الناس. الله يعين الناس. ولا يهمك. شيء. أنا أشيل واحدة. أيوة ثلاثة. يلا طحتين وعافية. مبسوطة هي. بدك كمان؟ الله يعطيك الصحة. كمان؟ لا بارك الله فيك. يلا الله يعطيك العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر إخواننا من دولة إندونيسيا الشقيقة على العموم الكامل لأهلنا العربية من غزة في اليوم الموافق 26/1/2024. شكرا جزيلا. نشكر إخواننا في إندونيسيا على المساندة والمساعدة المستمرة لإخواننا في غزة، وإن شاء الله يعدوا من المحنة دي على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر إخواننا في إندونيسيا على دعمهم الكامل والمستمر لمساعدة إخواننا العربيين من غزة في شمال سيناء.